الموجز، أهلا بكم. في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من اليوم الخميس، مكنت من توقيف 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 25 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، حيث تم توقيف المعنيين في عمليات متفرقة بكل من مدن طنجة وتطوان وإنزقان أيت ملول. أقدم 100 من مزارعي النبيذ الفرنسيين على توقيف سائقي شاحنات سلع مغربية وحرق شحنات الطماطم التي ينقلونها، وذلك على الحدود الفرنسية الإسبانية على الطريق السريع عند نقطة بولو في جبال البيرينيه الشرقية. فوفقا لمصادر إعلامية فرنسية، فإن المتجمهرين القادمين من عدة مقاطعات في المنطقة قاموا بإحراق الإطارات على الطريق لقطعها على الشاحنات، حيث عمدوا إلى تفتيش الشاحنات القادمة من إسبانيا بحثا عن واردات النبيذ الإسبانية المحتملة، لكن فيما لم يعثروا على أي نبيذ أفرغوا حمولة شاحنات من صناديق الطماطم على الإسفلت قبل إشعال النار فيها. في واقعة غريبة، أغلقت الشرطة الفرنسية مطعما يحمل اسم شامستاكوس بعد تعرض الحرف الأول وهو حرف السي في لافتته المضيئة لعطل حال دون إضاءته، ما جعل اسم المطعم يبدو وكأنه يتضمن كلمة حمس. الفيديو الذي يوثق قدوم الشرطة للمحل من أجل إغلاقه نظرا لكونه يحمل اسم حماس بعطل تقني انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن حرف السي موضوع الواقعة كان في حالة عطل منذ 6 أشهر ولم يجلب انتباه أحد سوى بعد اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل. انضمت التونسية أشواق الحناشي ومواطنتها أمان لوسلاتي المذيعتان في قناة كانال بلاس الفرنسية إلى زميلهما التونسي بسام بونيني مدير مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في شمال إفريقيا، معلنة استقالتهما من القناة تضامنا مع غزة. أشواق الحناشي قالت في تدوينة لها عبر الفيسبوك أنه من 7 أكتوبر هي وزميلتها التونسية أمان دوسلاتي قررتا التخلي عن العمل مع كانال بلس، مؤكدة أن مهنيتهما وتربيتهما ومساندتهما للقضية الفلسطينية لا يوجد فيها مزايدة. قدم المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول قدم استقالته على خلفية وقوف بلاده جنب إسرائيل في حربها على غزة، حيث قال بول الذي كان يشغل منصب المدير العام لقسم توريد الأسلحة للحلفاء والشركاء بوزارة الخارجية الأمريكية، قال في رسالة نشرها على حساباته أنه كان يدرك أنه سيواجه بعض المعضلات الأخلاقية عندما يبدأ العمل في القسم المعني، مشيرا أنه قدم تنازلات أخلاقية خلال فترة توليه منصبه الذي استمرت 11 عاما، واستطرد بأنه تم نقل أسلحة فتاكة لإسرائيل أكثر مما يستطيع أن يذكرها. ينظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم حملة تضامن واسعة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يتعرض لهجوم رسمي من مسؤولين في بلاده بعد إعلان تضامنه مع الفلسطينيين بوجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث خرج وزير الداخلية الفرنسي درمانين يؤكد أن الجميع يعلم أن كريم بنزيما يمتلك علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها خرجت النائبة الفرنسية نادين مورانو وصفت كريم بنزيما بأنه عميل لحماس عقب دعمه للشعب الفلسطيني. صحيفة لو باريزيان الفرنسية أكدت أن كريم بنزيما قرر مقاضاة نادين مورانو ودرمانين بسبب حديثهما ضده واتهامهما له.